أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة موعدنا مع درس، وهو الدرس الثاني من دروس الوحدة الثانية، درس كاد العطش يقتل. وهذا الدرس يحكي قصة رجل كان يسير في الصحراء وقت الظهيرة. وقت الظهيرة اللي هو وقت الإيه؟ الظهر. وقد توهجت حرارة الشمس، توهجت يعني اشتدت درجة حرارة الشمس، فأحس الرجل بالظمأ، الظمأ اللي هو العطش الشديد، وكان قد استنفد ما معه من ماء، يعني استهلك ما معه من ماء. بدأ الرجل يبحث عن الماء هنا وهناك حتى تعب. بدأ الرجل يبحث، يقولك يبحث بلهفة، يعني إيه بلهفة؟ يعني بشوق شديد عن الماء هنا وهناك حتى تعب. فوقف تحت شجرة يحتمي بظلها ويرتاح قليلا قبل أن يعاود، يعني إيه يعاود؟ يكرر، قبل أن يعاود البحث مرة أخرى، يعاود يعني يكرر. بدأ الرجل يبحث مرة ثانية، فوفقه الله إلى العثور على بئر ماء، فأسرع الرجل ونزل البئر وشرب حتى ارتوى. ارتوى يعني شبع من الماء، ارتوى يعني إيه؟ شبع من الماء. وعندما صعد الرجل من البئر رأى أو يعني شاهد، رأى إيه بقى؟ رأى كلبا يلهث من شدة العطش، يلهث يعني يخرج لسانه من شدة العطش. فقال في نفسه: هذا الكلب المسكين لحق به من العطش ما لحق بي. لحق بي يعني نالني، لحق بي يعني إيه يا أولاد؟ نالني. طيب نشوف بعد كده. فنزل الرجل إلى البئر وخلع حذاءه وملأه بالماء وسقى الكلب حتى أرواه، فنظر إليه الكلب شاكرا وانصرف وهو يهز ذيله. وعندما عاد الرجل إلى منزله حكى لأبيه ما فعله، فقال أبوه: أحسنت يا بني، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبي هريرة يا أولاد هو صحابي جليل من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري. والبخاري هو عالم جليل وأحد رواة الحديث الشريف. طيب نشوف كده المعاني اللي في الحديث. يأكل الثرى يا أولاد، يعني الثرى هو التراب المبلل بالماء، الثرى هو التراب المبلل بالماء. فملأ خفه يا أولاد يعني هو جلد رقيق يلبسه الرجل في رجله، أمسكه بفيه يعني فمه، رقى بمعنى صعد، فشكر الله له يعني جزاه على فعله، فغفر له يعني سامحه. من خلال هذا الدرس يا أولاد وفي هذا الحديث الشريف بنتعلم الرفق بالحيوان، بنتعلم الرفق بالحيوان، وبنشوف قد إيه إن الرفق بالحيوان ممكن يكون سبب في رحمة الله تعالى بالإنسان. عشان كده لما يقول لك ما الدروس المستفادة من هذا الدرس، نقدر نقول له الرفق بالحيوان، العطف على الحيوان سبب في رحمة الله تعالى، عدم الاستسلام في مواجهة المشاكل والبحث عن الحل، لأن الرجل مع إحساسه بالعطش الشديد وتعبه إلا إنه هو ما استسلمش وقعد يبحث عن الماء حتى وفقه الله إلى بئر الماء. طيب لو إحنا هنلخص الدرس كده سين وجيم، يجي يقول لي مثلا أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي على الدرس: أين كان يسير الرجل ومتى؟ هقول له: كان يسير الرجل في الصحراء وقت الظهيرة. طيب ماذا فعل الرجل عندما شعر بالظمأ؟ أيوة تمام، أخذ يبحث عن الماء هنا وهناك، تمام. طيب لماذا أحس الرجل بالظمأ؟ لأن حرارة الشمس كانت متوهجة وكان قد استنفد ما معه من ماء، هو استهلك كل الماء اللي إيه؟ اللي معاه. طيب كيف وجد الرجل الماء؟ أو كيف عثر الرجل على الماء؟ هنقول بحث الرجل عن الماء حتى وفقه الله إلى بئر ماء فنزل وشرب. طيب
ماذا فعل الرجل مع الكلب؟ برافو، نزل إلى البئر وخلع حذاءه وملأه بالماء وأخذ يسقي الكلب حتى أرواه. طيب، ما جزاء الرجل عند الله؟ برافو، غفر الله له ذنوبه. وبكده يا أولاد نبقى انتهينا من درس كاد العطش يقتله، ودي أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي عليه، ودي برضو اللي هتقابلنا لو حبينا. دي أهل معاني وإحنا قلنا أكتر، ودي تعابير جمالية. يأكل الثرى قلنا، يعني الثرى قلنا التراب المبلل بالماء، وده تعبير يدل على شدة العطش الشديد. وملأ خفه تعبير يدل على حسن تصرف هذا الرجل، لأنه لم يجد كوبا أو إناء يسقي الكلب، لكن هو فكر حتى وفقه الله إلى هذه الفكرة فملأ خفه بالماء. هنلاقي قلنا معاني أكتر من اللي موجودة في الكتاب المدرسي، وقلنا الأسئلة، وهنلاقي الأسئلة مشابهة للأسئلة اللي احنا قلناها. متى كان الرجل يسير، ولماذا أحس الرجل بالظمأ، كل الأسئلة دي تمت الإجابة عليها. انتهى الدرس، وأشوفكم في درس إن شاء الله آخر.